سغدد ملكوش ما يونو حاسولي خلدا حطيت له ملكوش ما يونو حاسولا خلدا حطينا له صالوا علي ميتو المران المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين أهلنا يا ربنا يسوع المسيح أن نحتفل بعيد صعودك بما يحق ويليق فنرفع إليك أيدينا نقية بالدعاء ونفوسنا طاهرة بالنعمة وقلوبنا صادقة بالمحبة ونحن مشدودون بالشوق إلى حيث صعدت لنمجدك مع صفوف الملائكة ونشكرك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد آمين السلام للبيعة ولبنيها المجد لله لنرفعنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الذي خرج من الآب وأتى إلى العالم وعلق على الصليب ودفن في القبر وقام من الموت وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد آمين بصعودك أيها المسيح أنهيت إقامتك على الأرض وأكملت تدبيرك الخلاصي وقد عدت إلى الآب لتعد لنا مكانا فنكون نحن حيث أنت لقد أعلمتنا إلى أين أنت ذاهب وأي طريق نسلك إليك
ولما سألك توما لا نعرف إلى أين تذهب فكيف نعرف الطريق؟ أجبته أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يأتي أحد إلى الآب إلا بي. نسألك الآن أيها المسيح مخلصنا أن تسير بنا على الطريق إلى الآب. وجه إليه أنظارنا وأطلق أشواقنا وسدد خطانا حتى نبلغ بك ومعك إلى الآب، فنسبحك معه ومع روحك القدوس إلى الأبد. اقبل يا ربنا يسوع المسيح صلواتنا التي قدمناها لك في تذكار صعودك إلى السماء. هب لنا أن نستعد لاستقبال الروح القدس الذي وعدت بإرساله إلينا، ونحتل ذلك المكان الذي تعده لنا عند أبيك، فنلتقيك في المنازل السماوية ونسبحك وأباك وروحك الحي القدوس إلى الأبد. آمين. قديشات ألوه، قديشات حايلتونو، قديشات لومايوتو. قديشات ألوه، قديشات حايلتونو، قديشات لومايوتو. قديشات لومايوتو. مشي حوضكم من بيت ميتي، اتراحمي علي.
أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. مالك المجد صاعد، قومي شريعي الأبواب، ملكه النور الخالد، فارفعي له الأعتاب. ربي يا من تقبل قدما خدمة الأبرار، يا حنون واستجبنا كالأبرار. فصل من رسالة القديس بولس. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. وبارك سيد. المجد لسيد بولس والرسل، والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذا الموضع والعاملين فيه إلى الأبد. آمين. يا إخوتي، أنا أيضاً وقد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم لجميع الإخوة القديسين، لا أزال أشكر الله من أجلكم وأذكركم في صلواتي، ليعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والوحي في معرفتكم له، فينير عيونكم وقلوبكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، وما هي عظمة قدرته الفائقة من أجلنا نحن المؤمنين بحسب عمل عزة قوته الذي عمل في المسيح، إذ أقامه من بين الأموات وأجلسه إلى يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم مسمى، لا في هذا الدهر وحسب بل في الآتي أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه وجعله فوق كل شيء رأسا للكنيسة وهي جسده ملؤه، هو الذي يملئ كل في الكل. والتسبيح لله دائما. السلام لجميعكم ومع روحك من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكون كلمة الله.
قال يوحنا الرسول: لما خرج يهوذا الإسخريوطي قال يسوع: الآن مجد ابن الإنسان ومجد الله فيه، إن كان الله قد مجد فيه فالله سيمجده في ذاته وحالا يمجده. يا أولادي أنا معكم بعد زمنا قليلا. ستطلبونني، ولكن ما قلته لليهود أقوله لكم الآن، حيث أنا أمضي لا تقدرون أنتم أن تأتوا. وصية جديدة أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا، أجل أن تحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان فيكم حب بعضكم لبعض. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركات، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركات. الله معكم إخوتي الأحبة. نحن بالأحد الأخير من زمن القيامة، الأحد السابع والأخير من هالزمن المبارك، هالأحد يلي فيه الكنيسة بتطلق عليه عنوان وصية يسوع الجديدة. وسمعنا بالإنجيل من إنجيل يوحنا يسوع بيوصي تلاميذه هالوصية اللي كلنا منعرفها، وصية المحبة، هالمحبة اللي هي ميزتنا كمسيحيين، هالوصية اللي قالها يسوع المسيح: أحبوا بعضكم بعضاً كما أنا أحببتكم. إخوتي، المحبة مثل ما قلت من شوي هوية بتميزنا نحن كمسيحيين، لأنه إذا إيماني بدي أعيشه بطريقة مضبوطة تشهد من خلاله على أنه أنا فعلاً بآمن بأنه إلهي الحي حاضر معي، بأنه تجسد ومات وقام كرمالي محبة فيي ومحبة بكل شخص، أنا ما بقدر إلا ما اقتدي فيه، أنا ما بقدر إلا ما أعيش المحبة. وعيش المحبة منه شعار، المحبة منه شعار، إذا بقيت المحبة شعار بتكون بعد ما صارت محبة. المحبة هي وصية يسوع الجديدة، لبل هي وصية يسوع الجديدة المتجددة، هي وصيته الجديدة لأنه هو أعطينا إياها، وصية جديدة تضاف على كل الوصايا الأخرى حتى نحن نكون عم نعيشها. أما هي وصية متجددة لأن بكل بساطة أنا ما بقدر أقول أنا حبيت ونقطع السطر كأنه خلص الموضوع هون. المحبة بتتطلب تجدد دايم. أنا بس حب خي أو أخت لإلي، محبتي لإلهم معرضة بكل وقت إنها تنقص، معرضة بكل وقت إنها تتشوه، لأنه أنا مشوه بالخطية، أنا مشوه بالضعف، وخي كمان وأختي كمان مشوهين بالخطية والضعف. منشان هيك ما بقدر إلا ما أقبل هالوصية من يسوع المسيح على إنها وصية متجددة. ما بقدر إلا ما أطلب نعمة الرب بكل وقت كون عم تشتغل فيه حتى هي تجدد جواتي هالوصية، حتى بكل وقت كون عم بقدر ارجع اطلع بخي وبأختي نظرة متجددة، كون عم بقدر حبهم محبة متجددة. حتى هيك أنا وهني كون عم نشهد على أنه فعلا نحن شهود لقيامة يسوع المسيح، قيامته اللي هي نتيجة محبته لإلنا. إخوتي، نحن من آمن أنه الرب بيحب كل واحد منا محبة فردية وخاصة، ولكن نحن كمان منعرف أنه محبة الرب الفردية والخاصة أنا وإنتو وكل مؤمن هو الوسيلة اللي ربنا رح ينقل فيها هالمحبة للآخر. يعني بكل بساطة أنا بس عيش محبة مع خي لإلي، أنا بكون عم بشهد قدامه على أنه الله بحبه بذاته، وبس خي لإلي يشهد بالمحبة قدامي، بس خي لإلي يغمرني بمحبته، بس أخت لإلي تنظر لي نظرة محبة، بتكون هي كمان عم تشهد قدامي على أنه الرب حتى هالإنسان هيدا بدربي حتى يكون هو شاهد لإلي على محبة ربنا لإلي. وهيك كمان منكون نحن عم منكمل محبة ربنا بين بعضنا البعض، هالمحبة اللي شفناها متجسدة بكامل شكلها. إذا فينا نقول شفنا المحبة متجسدة بيسوع المسيح، هالمحبة اللي أوصلته للصليب حتى مات وقام حبا فينا. ونحن إذا بدنا نعيش المحبة على مثاله ما في عنا حل تاني
إلا أنه نعيش المحبة بالطريقة اللي يسوع المسيح عيش فيها، يعني ببذل الذات حتى أقصى الحدود، تمجيدا للرب له المجد للأبد. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة في الدهر الآتي. آمين. إيت الوت مد بحيدلوه والوتلوه دم حاد الطليوت، وينو بصوغ الطيبوتوخ إعو للبيتوخ وسغود بهايكلوت قوت شوخ، تحلتو خمر يودا بارن وبزادي كوتوخ صلوا علي ماتوا المران، قالوهن قبل قربانو نترحم عليك بصروتوخ. هاليلويا إنونو لحمو تحايا دلفرتو تحيتي بسمتو قابل تنكر سود مريم أخ أرعوتو بتو هم زيحن لي بيديهن كهني عالمدبح. هاليلويا قابل قربنا. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس، أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباوية والدة الله مريم ومار يوسف البتول خطي بها ومار مارون ومار يوحنا مارون وجميع القديسين. اذكر اللهم أباءنا وإخواتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين.
المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الرب الإله الآب، الحب الحقيقي والأمان الذي لا يغلب والرجاء الذي لا يخيب، امنح أبناءك القائمين أمامك حبا وعذوبة وسلاما دائما، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ونفس طاهرة بقبلة مقدسة تليق باسمك القدوس، فنرفع إليك المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا هياكل الروح القدوس. للإخوة السلام والمحبة والإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح، فليكن إله السلام معكم أجمعين. آمين. أمام عظمتك يا رب ننحني، فأرسل إلينا من أعالي مقادسك نعمة وبركة مجيدة، فنمجدك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. يا من أرسلت في ملء الزمان ابنك الحبيب لخلاصنا، فسلمنا هذه الأسرار المقدسة المحية، لا تجعلنا غرباء عن هذه الخدمة ولا ترد وجهك عنا لكثرة خطايانا، فإنك وحدك القدوس مع ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ولنسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. بك يليق التسبيح يا رب السماويين والأرضيين، وإياك يمدح العلويون والسموات التي فيها يقيمون، ولك يهلل الناريون، وإياك يبارك الكاروبيم ويقدس السرافيم هاتفين وقائلين. أنت الرب
قديش إتيك موريو حيلتونو عم يحدويو برودلوخ روحوخ قديشو حادك يونو لو فليغو لوم طوشو ويتاو قديشو دم قديش خول بحيلو دالو هوتي أبو هاو تشادار لبريل فرقونان وروحو حايو وام قدشونو الدبحي ألو هوي وابرو هاو دنحيت وتبصار وحاش وسليب متول صلميد اتحابل وبيومو هاو دقدوم حاشو ديلي معبد حايي نساب اللحم بيدا وقاديش وطبارخ وقادش وقصويا بالتلميدا وكادمار سابخو المنه كل خون هونو دنيتا وفغرو ديل دحلوف يكون وحلوف ساقيه ما تقصي وما تيهب حسو يتحوب والحايد العلم علمين هو خانو عالكوسو دمزيغو من حمرو من مايو بارخو قادش ويا بالتلميدا وكادو مار سابشتاو منه كل خون هونو دنيتا ودمو ديل دياتي قحداتو دحلو فيكون وحلو فساقية متشد ومتيهب حسو يتحوب والحايد العلم علمين بهذا اصنعوا ذكري فحين تأكلون هذا الجسد وتشربون هذا الدم بموتي تبشرون حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فيما نذكر تدبيرك الخلاصية أيها المسيح إلهنا نبتهل إلى جودك حين تأتي في المجد مع ملائكتك القديسين وينتظر كل إنسان الجزاء الذي يستحق وتقيم الخرافة عن اليمين والجداء عن اليسار لا نكن يا رب غرباء عن بيتك ولا تشح بوجهك عنا ولا تخطر زلاتنا وخطايانا على قلبك القدوس ولا تطرحنا من أمامك نحن الذين عرفنا اسمك القدوس وجاهرنا بالشهادة لألوهيتك بل عملنا بحسب وعودك واغفر ذنوبنا وسامحنا وارحم ميراثك فإنا بعتك التائبة تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما أرهبها ساعة أحبائي
أيها الآب الرحيم ارحمنا وأرسل علينا وعلى هذه القرابين الروح الحي والقدوس والمحيا وواهب القداسة والناطقة في النبوءات ومكلل الرسل القديسين والشهداء وليحل على هذه الأسرار ويقدسها. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيري أليسون فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا، فينال المشتركون في هذه الأسرار قداسة النفوس والأجساد ونقاوة القلوب وطهارة الأفكار، عربونا للملكوت السماوي والحياة الجديدة إلى الأبد. نذكر يا رب في وقت الذبيحة هذا كل الكنائس المقدسة ورعاتها المستقيمي الرأي، لا سيما مار فرانسيس بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، ومار بولس مطراننا، وسائر الأساقفة. ونذكر معهم الكهنة والشمامسة وسائر خدام بيتك، نسألك يا رب. يا رب ارحم من أجل أمان وثبات العالم كله، ومن أجل بركة السنة وخصب الأثمار، ومن أجل المرضى والمتضايقين، ومن أجل جميع الداعين في البحر واليبس والجو، اسمك القدوس معترفين أنك أنت الإله الحق، نسألك يا رب. يا رب ارحم. أذكر يا رب جميع الذين قربوا اليوم القربان على هذا المذبح، والذين شاءوا أن يقربوا وما استطاعوا، هب يا رب كلا منهم وفق نيته، نسألك يا رب. يا رب ارحم. نذكر جميع القديسين الآباء والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ووالدة الله مريم، وجميع الأبرار والصديقين، أهلنا بصلواتهم للقيام معهم، نسألك يا رب. يا رب ارحم. أذكر يا رب بنعمتك الذين انفصلوا عنا وانتقلوا إليك، وقد اعتمدوا وختموا برسمك، وتناولوا جسد ابنك ودمه الثمين منذ التلمذة المسيحية الأولى حتى يومنا، فهم ينتظرونك ويتوقعون رجاءك المحيي. أقمهم في يومك الأخير، واغفر برحمتك خطاياهم، لأنه لا يمكن أن يوجد على الأرض بريء من الخطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. هاي منا نقاربنا نحط منا نقوسنا نأخرسيا هو ذي لحم وشبيون فغريب من تؤلوحا نقوس فرقون والتوبيت وشمنا أبوت قوشتو Thank you.
قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. اللهم الآب قابل الصلوات ومستجيب الطلبات، يا من علمتنا بابنك الحبيب أن نقوم أمامك، أعطنا أن نهتف إليك بنفس طاهرة وضمير نقي، ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين. نجنا يا رب من كل التجارب ومن أذى الشرير، لأنك أنت القادر على كل شيء، وإليك نرفع المجد الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم ومع روحك، احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب المنحنين أمامك بنعمتك ومراحمك الوافرة، وأهلنا للاشتراك في أسرارك المحيا والاختلاط بجموع قديسيك، فنرفع معهم المجد إليك وإلى ابنك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب، لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة، يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. جسد سيدنا يسوع المسيح ودمه يعطيان لي لمغفرة خطاياي والحياة الأبدية. يا خبز الحياة وقوت الأرواح وعرب النعيم، أنت ابن البشر، أنت ابن الإله والإله
الملائكة قيام بالخجل سيدنا يسوع المسيح يعطى لك لمغفرة خطاياك والحياة الأبد. جسد سيدنا يسوع المسيح يعطى لك لمغفرة خطاياك والحياة الأبد. أيضا وأيضا ودائما بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محب البشر. ارحمنا ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر، ارحمنا. كيف لنا أن نرد جميل جودك علينا اللهم الآب من أجل الخلاص الذي وهبتنا، ومن يسعه أن يؤدي المجد الواجب لك، فإنا على ضعفنا وبقدر استطاعتنا نسجد لك ونسبحك ونشكرك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. نشكرك يا يسوع المسيح إلهنا، ولك نسجد وإياك نسبح، ضارعين إلى جودك ومراحمك الكثيرة من أجل خلاص العالم كله، ومن أجل حفظ الأحياء وراحة الموتى، ومن أجل إشباع الجائعين وسد عوز المحتاجين، ومن أجل افتقاد المرضى وتعزية المحزونين. بنعمتك افتقدهم وبمراحمك الكثيرة أحيهم. بارك شعبك واحفظ بصليبك ميراثك، لأنه لك يجب السجود ولأبيك وروحك القدوس والصانع الحياة الآن وكل آن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. صلاتي بقدمها إلك بهالقداس.